قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن لدى إيران برنامجا نوويا طموحا، ومن مصلحتنا التعاون وتوضيح الأمور الغامضة بشأن أنشطتها. غروسي وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا أكد أن ما قدمته إيران من معلومات غير كاف، مطالبا إياها بالاستمرار في تقديم التوضيحات اللازمة. أعتقد أنه علينا الاستمرار في العمل مع إيران. الأمور لم تنتهي بعد. ما حصلنا عليه من معلومات من إيران غير كافية وليست واضحة، وبالتالي لا يمكننا أن نخطو خطوة إلى الأمام. المشكلة هي أن إيران تحتاج للاستمرار في العمل معنا، ولديهم برنامج نووي طموح ومهم، والإعلان عن البيانات فيها كثير من علامات الاستفهام. هناك ثغرات يجب أن يتم توضيحها. أعتقد أن من مصلحتهم توضيح هذه الأمور من أجل الاستمرار في العمل معا. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن رواية وكالة الطاقة الذرية عن البرنامج النووي الإيراني غير حقيقية، مؤكدا أن أي قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الذرية سيحمل تداعيات سلبية على مسار التعاون. زاد وردا على ما جاء في تقرير الوكالة الأخيرة بشأن البرنامج النووي الإيراني عبر عن أمل بلاده من الولايات المتحدة الأمريكية والثلاثي الأوروبي تراجع عن المسار الخاطئ الذي بدأه في الوكالة الذرية وفق تعبيره. من طهران ينضم إلينا مراسلنا حازم كلاس. إذن حازم، رد مباشر وفوري على ما قاله رافائيل غروسي حول البرنامج النووي الإيراني، ما طبيعة الرد المرتقب من جانب إيران عمليا؟ ريما، صحيح أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رد بشكل فوري وعبر عن رفض إيران في حال إقرار هذا مشروع القرار هذا في مجلس حكام الوكالة، وأيضا انتقاده لتصريحات رافائيل غروسي المدير العام للوكالة، ولكن لم يفصح عن المزيد من التفاصيل. يبدو أن موقف إيران حاليا هو التريث وخوض هذه المعركة الدبلوماسية إن صح التعبير، ولو أن النتائج تبدو شبه محسومة لجهة تمرير هذا القرار في مجلس محافظي الوكالة، ولكن إيران تفسح المجال أمام هذا التنسيق الدبلوماسي مع حلفائها، مع أصدقائها، في محاولة لعرقلة مشروع القرار هذا ومروره في مجلس محافظي الوكالة، أو على الأقل أنها تطالب الولايات المتحدة الأمريكية والثلاثي الأوروبي بالتراجع عن المضي قدما في هذه الخطوة ومشروع القرار الذي يراد من خلاله إدانة عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما في إطار استشراف ما يمكن أن تقوم به إيران، فيمكن التوقف عند نقطتين. النقطة الأولى مرتبطة بتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعروف أن إيران منذ شباط فبراير من العام الماضي أوقفت العمل بالبروتوكول الإضافي، والعلاقات بينها وبين الوكالة تحكم فقط من خلال اتفاقية الضمانات. وفي هذا الإطار هناك عدد من الاتفاقيات أو التفاهمات الثنائية التي تم التوصل إليها بين الطرفين، آخرها كان في آذار مارس الماضي، في الخامس من آذار مارس الماضي تحديدا، خلال زيارة المدير العام للوكالة الدولية إلى طهران. وفي هذا التفاهم كان يفترض أن يتمكن الطرفان من حل هذه المعضلة، معضلة أسئلة الوكالة حول ثلاث مواقع أو ثلاثة مواقع تم الكشف عن آثار لليورانيوم فيها، وهي مواقع غير معلنة كما قال رافائيل غروسي، ولكن يبدو أن الوكالة لم تقتنع بأجوبة طهران. هذا سيؤثر بطبيعة الحال على تعاون إيران والوكالة في شق. في الشق الآخر سيؤثر على مفاوضات فيينا، وهذا ما تقوله إيران بشكل واضح. تعتبر بأن مشروع
القرار الذي تقدمت به واشنطن مع الثلاثي الأوروبي في حال مر هو يناقض النهج الدبلوماسي الذي تم اعتماده من أجل إحياء الاتفاق النووي من خلال مفاوضات فيينا. الرد سيكون بطبيعة الحال سياسيا من خلال هاتين الخطوتين، وربما تقني أيضا بما يقيد أكثر حركة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، وربما نشهد خطوات أخرى مرتبطة بنسب تخصيب اليورانيوم، مرتبطة ربما بحجم تخصيب اليورانيوم، مرتبطة بأجهزة طرد جديدة، مرتبطة بالكثير من التفاصيل التقنية. ولكن بالمجمل حاليا إيران تتريث تنتظر كيف سيمر هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة. من المتوقع أن يتم مناقشة ملف إيران تحديدا يوم الثلاثاء غدا أو الأربعاء، وعليه ستبني إيران موقفها العملي، وإن كانت تعتقد بأن مشروع القرار لا يحمل سوى إدانة لإيران. طهران ما زالت تأمل في عدم الذهاب في هذا المسار الذي بدأته الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي، وبالتالي كيف يمكن أن تتحرك دبلوماسيا لتلافي أي قرار؟ كما قلت هو قرار يطلب من إيران ربما التعاون بشكل أكبر، ليس قرارا نهائيا حتى الآن. كيف يمكن أن تتعامل دبلوماسيا مع حلفائها لتجنب أي قرار من جانب مجلس الوكالة أو محافظي الوكالة الذرية؟ لنقل ريما بأنها تأمل بأن لهذا القرار أن لا يمر، ولكن الأجواء لا توحي بذلك. هي استبقت مشروع القرار هذا وهذه الأجواء حاليا بينها وبين الوكالة المتوترة، هذه الأجواء في الواقع استبقت ذلك بحركة تحركات دبلوماسية مع الكثير من الدول، أبرزها بطبيعة الحال روسيا والصين. كان هناك تواصل دبلوماسي وهناك اتصال هاتفي بين حسين أمير عبد اللهيان وسيرجي لافروف. قال كان حريص بيان الخارجية الإيرانية أن ينقل عن لافروف قوله بأن روسيا تعارض هذا الموضوع بشدة، وهناك بطبيعة الحال تنسيق مع الجانب الصيني ودول أخرى حليفة. ولكن بالمجمل من ناحية الإحصائيات والأرقام، الدول الغربية هي لها الأكثرية في مجلس حكام الوكالة، ومن المتوقع أن يمر مشروع القرار. ولكن هناك رغم الموقف الإيراني الشديد والرافض لهذا التحرك في مجلس حكام الوكالة، ولكن هناك نوع من الاستهانة به، بمعنى أن هذا المشروع لا يحمل سوى الإدانة لإيران والمطالبة بالتعاون، ولكن لا ينقل بطبيعة الحال ملف إيران إلى أوضاع مختلفة بالكامل كما حصل سابقا عندما نقل إلى مجلس الأمن الدولي. شكرا جزيلا لك حازم كلاس من طهران.